السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني جدا. عاملين ايه؟ جبت لكم فكرة جديدة وان شاء الله تعجبكم. النهاردة هنعمل منطقة تخسيس البطن. تمام، اول حاجة عندي هنا تمام جنزبيل زي ما انتم شايفين كده، دول 3 معالق كبار. تمام، قرفة 3 معالق وبرضو كبار، شوية مية صغيرين زي ما انتم شايفين اهو. تمام، اول حاجة هجيب القرفة. تمام، حطها كده. بعد كده اجيب الجنزبيل. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهو، زي ما انتم شايفين هنحط كل حاجتنا في البولة دي، ننزل عليهم شويه شويه بالميه، شويه شويه بالميه زي ما انتم شايفين كده. اجيب معلقه تمام واقلبهم كده. تمام، اهو زي ما انتم شايفين. انا مش عايزاها تكون طرية، انا عايزاها تكون متماسكة. تمام، عايزاها تكون متماسكة يا جماعة، علشان خاطر انا احطها على ايه، انا احطها على منطقة البطن. اقول لكم تحطوها على منطقة البطن ازاي. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده، تمام، هاخد حبة مية كمان. تمام، لحد ما تديني القوام اللي انا هوريهولك. انتوا شايفين كده اهو، لحد ما تديني القوام اللي انا هوريه لكم زي ما انتوا شايفين كده اهو. شايفين طبعا انتوا هتقلبوها كويس اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين يا جماعه، هاخد منها كل يوم، كل يوم ادهن بيها منطقه البطن. هاخد منها كل يوم ادهن بيها منطقه البطن، والبس عليها كيس نايلو يا جماعه، البس عليها كيس نايلو. لو حد عنده حزام اللي هو بتاع التخسيس اللي هو بيحرق الدهون، تمام، انت بتعملي ايه بقى؟ اهم حاجه تلبسي عليها الكيس، تاخدي منها وتدعكي منطقه البطن كويس جدا. تمام، وبعدين تروحي لابسه الكيس حطاه عليها وتلبسي الحزام. وما عندكيش الحزام تلبسي حاجه ضغطه شويه على الكيس ده، تمام، عشان بحيث ان انت تحرقي اكتر. وتبتدي تمارسي الرياضه لمده نص ساعه او ساعه بالكتير. اهم حاجه يا جماعه ما يقلش عن نص ساعه، عشان ما تجيش تقولي لي اصل انا ما حرقتش، اصل انا مش عارفه ايه. ما ينفعش تحطيها وتقعدي برده، اهم حاجه تعمليها وتقعدي نص ساعه او ساعه بالكتير تتحركي تمشي، وبعدين شوفي بقى النتيجه. شوفي بعد ما انت تخلصي حوشي الكيس وشوفي النتيجه بعدها عامله ازاي. هتنزل معاكي منطقه البطن جامد جدا. لو عندك برده منطقه الدراعات من تحت كده ممكن تحطيها عليها برده، وتلبسي كيس تربطيه بحاجه بحيث ان هي تنزل معاكي في الحرق والوزن. فاهمين يا جماعه؟ اهو اتمنى ان هي تعجبكم الخلطه زي ما وريتكم كده، وامشوا عليها خطوه بخطوه هتحبوها جدا. ما تنسوش لايك وشير، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير.